برحب فيكم عن جديد مشاهدين قناة نيو فيجن تي في. اليوم رح نحكي عن عضلات السحب. بالحلقة الماضية حكينا عن عضلات الدفع وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. أي حدا لقى صعوبة بالحركة أو أوجاع يتواصل معي على الرقم الموجود على الشاشة. رح بلش بأول حركة سحب هي البنت أوفر رو. رح ناخد الأكس بهيدا الطريقة، إيدينا على سواد كتافنا، أوكي، ورح أعطيكم إياها من عدة زوايا. أول شيء بوقف بهيدا الشكل، بحني إجري شوي، بحني الركاب شوي، وبنزل هيك، بنزل بهيدا الاتجاه، صدري لفوق وراسي عالي، ما بنزل بوقف هيك، بوقف بهيدي الطريقة وبس اسحب كواعي بيكونوا مضبوبين لجسمي. يعني بسحب بهيدا الشكل، رح فرجيكم إياها من زاوية تانية، بسحب لهون، ما بفتح كواعي لبرا، كواعي دايما بده يضربه بالجسم. وهيدي نعملها 4 مجموعات 12 تكرار. تاني حركة عنا رح تكون هي الديد ليفت. الديد ليفت هي من أخطر وأصعب الحركات وأغلبية الناس بتعملها بشكل غلط. رح أعطيكم الطريقة الصحيحة. نمسك الأكس بهيدي الطريقة بهيدا الشكل، إيدين معكوسين، أوكي، بنحني ظهرنا لقدام وركبنا بينزلوا شوي كمان لقدام، يعني بنحني الإجر وبنحني الظهر، بننزل بهيدا الشكل وبنطلع راسنا على طول ونظرنا رح يكون طلوع، ما بنزل نظري مع الحركة بهيدا الشكل وبطلع. رح أعطيكم إياها من زاوية تانية، إيدي أسويت كتافي، ومثل ما قلنا بنحني الركب وبننزل بهيدا الشكل لهون بس، ما بدي تنزلوا أكتر من هيدي المسافة، بنزل وبطلع وبشد فوق، بنزل وبطلع وبشد فوق. هيدي الحركة هي بتشغل أسفل الظهر. هيدي نعملها 4 مجموعات 12 تكرار. العضلة الثانية اللي عنا إياها هي كتف الخلفي. ناخد هيدي الدمبل بهيدا الشكل ومنحني ظهرنا لقدام وبنطلع بهيدا الشكل، أوكي، هيك منكون عم نصيب العضلة الخلفية للكتف. ما بدي الظهر يحرك ولا الإجرين، ظهر ثابت والإجرين ثابتين، وبطلع بهيدا الشكل. وهودي نعملهم 4 مجموعات 12 تكرار. وهيك بنكون وصلنا لآخر عضلة من عضلة السحب، هي عضلة البايسبس، ورح نبلش بأول حركة. أول حركة اسمها باربل كير، هي بكمش الأكس بهيدي الطريقة على سواد جسمي، أوكي، وبشد كتافي لورا وبوقف بهيدي الطريقة وبطلع لهون، ما بسكر لورا ولا بهز بظهري ولا بعمل أي شكل من الأشكال، يعني بوقف هيك بطلع لهون وبنزل على الآخر، بطلع وبنزل على الآخر. هلأ بتشوفوا كتير فيديوهات وفي ناس بتعملها بهيدي الطريقة، بيكون حاطط وزن منه قده فبيشتغل، بصير بالهامسترينج وكعب الظهر وإلى آخره. أنا بفضل أني بس كون عم بشتغل العضلة اعزلها عن باقي عضلات المساعدة، يعني ما بخلي عضلة مساعدة تتدخل فيها. نرجع مثل ما ذكرت، نوقف بهيدا الشكل، صدرنا مرفوع، بطلع لهون وبنزل،
بنطلع وبنزل. وهيدي بنعملها 4 مجموعات و12 تكرار. أنا دايما بذكر 4 مجموعات و12 تكرار كبداية وكناس مبتدئة فايتة على التمارين، ما في يزيد عن هيك وما في يقلل. بالحلقات القادمة بتتغير التكرارات وبتتغير المجموعات، فبشرح عنها بالحلقات القادمة. تاني حركة هي رح تكون عنا الهامر كيرل. بالبايسبس في عضلتين، في اللونج هيد والشورت هيد، العضلة الطويلة والعضلة القصيرة. بالهامر بنكون عم نشغل العضلة الطويلة أو عم نستهدفها أكثر من العضلة القصيرة. الهامر بنوقف بهيدا الشكل، فينا نلعبها إيد إيد، يعني إيدنا بتكون بهيدا الشكل منا مبرومة واقفة، الدمبل بتكون واقفة، فينا نشتغلها بهيدا الشكل وبننزل، وفينا نشتغلها ايد ايد هوني حسب ما الشخص هو بيرتاح فيها. حطيكم اياها على الجنب وبنزل. اوكي، ومثل ما ذكرت انه لا بيشتغل بظهري ولا باجري ولا بالورك ولا باي شيء، ظهري جالس، كتافي جلسين، بس ايدي اللي هني عم بيحركوا. اوكي، وهيدي كمان بنعملها 4 مجموعات 12 تكرار. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بتمنى عليكم تخبروني شو اللي عم بيصير معكم، إذا عم تستفيدوا، عم تلاقوا صعوبات بالحركة، في أوجاع بمحلات معينة، تواصلوا معي على الرقم اللي عم بيطلع عندكم على الشاشة، وأنا بشوفكم بحلقة جديدة وتمارين جديدة.